السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو ده رحلتنا طلعت، هو كلام محبب يعني، أرجو إن محدش يتضايق مني، بس والله أنا بقالي فترة طويلة جدا، يمكن أكتر من 3 4 سنين عايز أتكلم فيه، بس خايف أقول كلمة حد يزعل أو حد يتضايق. تمام. طيب، من فترة طويلة كان حصلت مظاهرات في لبنان، مش بتكلم عن المظاهرات الحالية في 2019 2020، بتكلم عن مظاهرات حصلت كده في 2013 2014، كانت عنوانها ريحتكم طلعت، إن هما بيشتكوا من موضوع الزبالة. ففي دول اتريقت على الموضوع، وكأن موضوع الزبالة لا يقارب بمشاكل الفساد اللي موجودة، ودي مشكلة من مشاكل العالم الأول والرفاهية. في مشاكل خاصة بالعالم الثالث زي الفساد، زي الأمراض، زي في حاجات خاصة بعالم دول العالم الأول خاصة الرفاهية، حل المشاكل دي كلها. ففي كلام في حاجات رفاهية مثلا زي الضرايب زي كذا يعني. تمام. بس الواقع ان الموضوع خطير، الموضوع خطير جدا، ان موضوع الكمامة او الزبالة عزكم الله ده بينشر الامراض، وما ينفعش تبقى موجودة في دولة عربية او دولة اسلامية الزبالة موجودة في الشارع. وده يعني حاجة مؤسفة جدا ان دولنا، مش بتكلم على دولنا يعني بلدي، لا الدول العربية، كانت في دول ومدن بتكسب أفضل مدينة وأجمل مدينة على مستوى العالم، دلوقتي فجأة بين أنت ماشي في الشارع مش قادر. كنت بدرس مدن عربية واخترت بلد معينة بحبها وبعز التاريخ والحاجات دي كلها، وقلت دي اللي هخلاها في الدراسة بتاعتي. ففوجئت إن أنا كل ما أدخل مصدر زي مثلا فيلم تسجيلي، وفجأة إن نص الوقت بدل ما بيتكلم عن الآثار أو بيتكلم عن العمران اللي موجود في المدينة، كل تركيزه الصدمة اللي حصلت له لما شاف الزبالة في الشارع. فكان حاجة يعني سيئة جدا يعني، إحنا قابلنا بيهم بالنظافة. الموضوع ده حصل إزاي؟ حصل مفيش أماكن مخصصة للكمامة تسع العدد دوت. انا لو معايا كمامة مثلا وعايز ارميها، مفيش مكان مخصص ليها، هل هاخدها معايا الشغل ولا هحطها فين ولا حاجة زي كده. فواحد بيحطها في مكان فاضي، فبتلاقي اللي بعدين جه حط في نفس المكان لحد ما المكان يتملي، وخلاص بقى المكان ده بقى مكان مخصص لكده. ليه برضو؟ لان مش حاسين ان دي بلدنا، مش حاسين ان اللي احنا بنعمله ده لبلدنا. تلاقي بيتك نظيف جدا بس الشارع لا، تلاقي عروضك نظيفة جدا بس الشارع لا. ليه؟ مش حاسس ان المدينة بتاعتك. فأنا فاكر مثلا بعد ثورة 25 يناير، الناس كلها بدأت تنضف الشارع، ودي مدينتنا، وأنا نزلت نضفت في الشارع وقعدنا نلم الزبالة والحاجات دي كلها، حسيت البلد بلدنا. فبرضه مهما حصل البلد بلدنا ولازم نحافظ عليها ولازم نرمي الزبالة. أنا مش بتكلم حاليا في السياسة خالص، أنا بتكلم في مهما كان اللي بيمسك، أنت مهم عليك إن أنت تنضف المكان، نعمل مسابقات لتنظيف الحي مثلا. تعالوا نشوف الدول التانية عملت ايه. في دول مثلا قالت لك تعالى نعمل مسابقة أنظف حي، وياخد أصحابه مثلا جايزة أو ياخدوا مثلا أي حاجة. فوجئوا إن الفلوس اللي وفروها من موضوع الأمراض والزبالة وكذا 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 أحسن بكتير، أحسن بكتير من المبلغ البسيط اللي اتدفع في الجايزة. تمام. فقال لك لا، حفرنا كتير، ان احنا قلنا مثلا جايزة كذا، فالناس بدأت تزرع اشجار، الناس بدأت تحط اماكن اللي يتلم فيها الزبالة، الناس بدأت تشوف بعض، تنصح بعض ان لا ما ترميش حاجة في الشارع في سلة الزبالة، انك هي على بعد 2 متر 3 متر تروح تحطها. انا فاكر موقف حكاية مخرج بس مش فاكر اسمه، ان هو كان بيصور في كندا، وبعد كده هما بيصوروا، في واحد راح رمى زي ورقة شوكولاتة مثلا في النهر في هناك، فالمصور الكندي راح رمى نفسه من غير ما يفكر ومن غير ما يخرجه، ونزل المية وراح مطلع الورقة ديت وقال له ما ترميش، انت ليه تلوث النهر بتاعنا. بينما احنا مثلا بتلاقي النهر بيجي لنا، نهر النيل بيجي لنا نضيف جدا من اثيوبيا، نضيف جدا من السودان، يجي التلوث بداية من اسوان
اسمنت اسوان، هو اتكلم كلام كنت يعني سمعته من ناس مسؤولين في اداره الموارد المائيه يعني. فلا المفروض النظافه، المفروض الحاجات دي ده الاصل في شعوبنا، دي الاصل، مش بنتكلم احنا هنستورد حاجه، ده الاصل. بس ممكن الحكومه مش قادره توفر الاماكن اللي تحط فيها الزباله، احنا نحاول على قد ما نقدر لنصحه اولادنا، ودي حاجه اساسيه. برضو من ضمن الافكار اللي كانت كويسه وساهمت ان المدينه اصبحت جاذبه للسياح، تمام، يعني ما تاخذنيش في الكلمه، لما سائح يجي عندنا بلدنا ويفاجئ بالكميه بتاع الزباله مش هيقول لحد روح البلد الفلانيه. لذلك انا استغربت لما لقيت وزير بيقول لك احنا هنلون، ولا كان رئيس الدوله نفسه، هنلون الشوارع وهنلون البيوت، واجباري ان هم يلونوا البيوت باللون ده، وكل محافظه تلون بلون. لا لا، مش الفلوس اللي هتلونوا بيها دي هتبقى اماكن تحط فيها الزباله، ما دي اوسط حاجه يعني. في شركات متخصصه انها تاخد الزباله دي تعملها على التدوير، الشركات دي تبدا تشتغل. في شركات بتقول لك انا هدخل واغرم الزباله مقابل ان الزباله دي احولها لثروه وبيع الحاجات اللي فيها. هاتها هاتها، المهم ان احنا نحل المشكله ديت، لان دي امراض بتنتشر. في دوله عملت ايه؟ قالت قلنا اللي اجيب اربع علب، اربع ازاز ميه واربع ازاز بيبسي فاضيين ياخد تذكره مترو دي. فجأة انهم حلوا مشكله كبيره من الزباله، جزء كبير من الزباله ما فيهوش الازاز البلاستيك ديت او الازاز او فقالوا خلاص طب نعملها انواع ثانيه. فبداوا يقول لك ايه، اللي هيجيب بلاستيك، اللي هيجيب مثلا علبه معينه، اللي هيجيب كذا اللي هيجيب كذا. طب خلاص اللي هيجيب حاجات معينه يبدا يحطها كده في الاماكن المخصصه بتاعتها اللي هي تذاكر، يفاجئوا ان وفروا مثلا فلوس كثيره جدا كانت بتصرف على الزباله، واصبح الناس تبقى بتقلل وضع الزباله. في دول دلوقتي زي المانيا مثلا بقت اسمها الزباله الذكيه، كل واحد في مكان معين بيتحط فيه الزباله، مثلا بتاعت العماره او بتاعت الشارع، ومعاك كارت بتروح حاطط وتحط الزباله. لو انت حاطط الزباله بشكل غير منظم، تمام، يعني كيس الزباله اهوت، تمام، ده بيبقى عليك ضرايب، بتدفع فلوس. وفي اماكن تانيه تحط الازايز او تحط حاجه معينه وتحط الكارت بتاعك تلاقي رصيدك ارتفع، تمام. فدي كانت من ضمن الحلول ان الناس تبدا وهي بتحط الزباله تبقى عارفه تحطها ازاي، بحيث ان ده يسهل الموضوع وتقدر تعمل اعاده تدوير وهكذا. نسال الله العفو والعافيه، ونسال ان احنا نشوف بلادنا اجمل بلاد الدنيا باذن الله، وان احنا نعيش في جنه الله في الارض باذن الله.